أزري سلامت الموند ميزان ميزان وإن شاء الله تكونوا كاع بيان فيرنس فلوكس فيديو جديد. أول مرة تشاهد قناة فيرنس فلوكس، مرحبا بك، سوف تستفيد كثيرا. قناة مختصة في كل أنواع الهجرة. فيديو اليوم سأشرح لكم طريقة سهلة للهجرة إلى كندا، هنا بدون شرط اختبار اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. هنا التقديم فقط باستمارة مجانية، التقديم لجميع الدول من خارج كندا. متابعة كاملة للفيديو، سأشرح لكم هذا الموضوع بالتفصيل الكامل، لا تفوتوا هذا الفيديو. فيديو اليوم سأشرح لكم أسهل طريقة للهجرة إلى كندا عن طريق عقود عمل مجانية في كل المهن والوظائف. هذا هو الموقع الذي سوف نستعمله للبحث عن الوظائف من خارج كندا. لدينا اسم الموقع هو Option Career، كما تشاهدون موقع رسمي تابع للحكومة الكندية. سوف أترك لكم رابط هذا الموقع مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هذه هي الصفحة الرسمية لهذا الموقع، وهنا هذه خانة البحث، وهنا تكتبون المدينة التي تريدون العمل فيها والحصول على عقد عمل. هنا يمكنكم تحميل السيرة الذاتية مباشرة، هنا يمكنكم نشر وظيفة، هنا أيضا يمكنكم تحميل هذا الموقع في متجر بلاي ستور، عبارة عن تطبيق. أنا متابعة كاملة للفيديو، سأشرح لكم طريقة البحث عن أي مهنة أو وظيفة، وأيضا سأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم للوظائف فقط بملء استمارة مجانية خاصة بهذا الموقع. هنا طريقة البحث عن أي وظيفة سهلة جدا، فقط تكتبون هنا اسم الوظيفة، مثلا تكتب أستاذ، مثلا تكتب مهندس، مثلا تكتب طبيب، مثلا تكتب نجار، تكتب أي وظيفة تريد التقديم إليها في هذا الموقع. وهنا المدينة، تكتب المدينة أو المقاطعة التي تريد العمل فيها، مثلا تكتب مقاطعة كيبك، مثلا موريال، مثلا لافال، مثلا أونتاريو، مثلا تكتب كل مقاطعات كندا، وتضغط على ريشيرشي البحث للحصول على قائمة الوظائف. أخبركم طريقة التسجيل والتقديم والبحث عن أي مهنة أو وظيفة. مثلا هنا سوف أبحث عن أنفيرمي كمثال للشرح، أنفيرمي. هنا مثلا أريد الهجرة والعمل في مقاطعة كيبك، نختار كيبك، نضغط على خانة البحث ريشيرشي، تخرج لكم قائمة الوظائف الخاصة بهذه المهنة أنفيرمي. لدينا 589 وظيفة، هذه هي القائمة كما تشاهدون. سأترجم لكم الصفحة، سأقدم مثلا إلى هذه الوظيفة أنفيرمي أوكسيليا موريال، سنضغط هنا، تخرج لكم هذه الصفحة كل المعلومات الخاصة بهذه الوظيفة. سأترجم الصفحة. هنا مكان العمل في مونتريال الدائم وقت كامل، تم نشر هذه الوظيفة منذ 3 أيام. هنا رقم الوظيفة، هنا يشرحون أماكن عمل الممرضين أو الممرضات في مونتريال والمناطق المحيطة بها، الراتب بالساعة. هنا مراكز المستشفيات، المراكز السكنية، المساكن الخاصة. هنا إمكانية الاختيار عندما تريد العمل بدوام كامل وبدوام جزئي، توازن العمل، التأمين. هنا طريقة التقديم، سنضغط في هذه الخانة للتقديم بوستولي، تخرج لكم استمارة التقديم. هنا التقديم باللغة الفرنسية، هذه هي الاستمارة. لديكم الاسم، اللقب، البريد الإلكتروني الخاص بكم، هنا السيرة الذاتية الخاصة بكم، هنا تحميل السيرة الذاتية تكون فرنسية بالمواصفات الكندية. هنا سأترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية، تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو.
هنا أيضا يمكنكم في حالة لا تملكون سيرة ذاتية الضغط على أنشئ سيرتك الذاتية مباشرة في هذا الموقع. تتبعون جميع الخطوات، تملأون المعلومات الخاصة بكم، الدبلومات، الخبرة، وسوف يتم إنشاء سيرة ذاتية فرنسية بالمواصفات الكندية مباشرة في الموقع. قمت بتحميل السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية الخاصة بي. هنا يرجى إكمال الخانتين لديك منصبك الحالي أو المهنة، مثلا أنا أكتب أنفيرمي. هنا موقعك الحالي، مثلا أكتب ألجيري. ثم تضغط على هذه الخانة يرسل أنفوي. سأقدم إلى وظيفة أخرى، مثلا إلى المهن الحرفية، مثلا بلومبي. هنا مثلا كندا، أضغط على خانة البحث، تخرج لكم هذه القائمة الخاصة بمهنة سباك برومبي. لدينا 38 عرض عمل، هذه هي المهن. سأحاول التقديم إلى أحد هذه المهن، مثلا نختار هذه المهنة سباك بكوباك. هنا تجدون كل المعلومات الخاصة بهذه المهنة سباك، سوف تعمل مباشرة في هذه الشركة المتواجدة في كوباك. لدينا الأجر 26.57 دولار في الساعة وقت كامل. هنا المهام، مثلا سوف تقوم بإصلاح أو استبدال الأنبوب وتركيب ملحقات جديدة تدخل في تحديث أنظمة السباكة، توصيل الأنبوب بالهواء والمياه والصرف الصحي والغاز بشبكات الإمداد والعودة. لديك هنا ظروف العمل، سوف تعمل 38 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع. هنا لديك 10% من المكافآت. هنا لديك أسابيع إجازة مدفوعة الأجر 4 أسابيع. لديك أيضا عرض 18 يوم من الإجازات الرسمية لعطلة عيد الميلاد. لديك هنا تقاعد والتأمين الجماعي والمزايا التنافسية. لدينا برامج الصحة والعافية لك ولعائلتك، توفير التدريب وتنمية المهارات. هنا جدول العمل، هنا المؤهلات أو الشروط، يجب أن يكون لديك شهادة كفاءة عامل توصيل الأنابيب سريعة المفعول والحفاظ عليها. هنا 3 سنوات على الأقل من الخبرة. هنا طريقة التقديم، سوف نضغط على هذه الخانة الزرقاء للتقديم. هنا هذا هو الموقع الرسمي للتقديم إلى الشركة مباشرة، متواجدة في مقاطعة كوباك. هذه كل المعلومات الخاصة بالوظيفة. هنا طريقة التقديم إلى هذه الوظيفة بار كوري إيميل. سوف ترسلون السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية كما شرحت لكم سابقا إلى هذا الإيميل، وتنتظرون الرد من طرف هذه الشركة. إذن اختاروا الوظيفة المناسبة لكم وقدموا إليها في هذا الموقع. أتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع فيديو اليوم. أخواتي، ما تنسوا تديرونا لايك، بارتاج، اشتراك في قناة فيرنس بلوكس. شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.